الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهن وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمهم في الدارين: باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع. هذا باب كان باب حقيه إمامكم في تحريم اتخاذ الكلب إني أي لهايستو أو أي لردقاريستو أو لهايستو إلا لصيد أو غارسي مويل أو ماشية أما إني حول الغرة عنها يمويل أو زرع أما إني بير لو إلاشن هي مويل. وركباب كان هرين وانو صدفني أيغو in gurigu joogo malaa'iga aynay soo galaynin. Horena waanu soo dhaafnay aygu in wax fiicanuuna ahayn, laakiin ayga sharcigu uu diidan yahay in la dhaqdo iyo in la iibsado iyo in laga ganacsado iyo in la haysta ayna bannaanayni, waa ayga aan manafaca loo haysanin. يعني واحد نفعيها الله يستعي مجره، لكن أيجو هدي لغو أغار سنهيو ده أغار دي واتن أرد كبادنا لما قبان هكي والغو سيدين يمرك قفك ووسي قبان هيا. أما أيجي ويهي أي حول الرعي أو ده ورابها كدبي أرقي وحي لمدها. أما أيجي ويهي أي بير إلالين هيا وحراسة هيا، أما قريبه مثلا كو إلالين هيا أو قريبه إلالين هيا. أما سيدة أيضا ديمانتا داد كان بوليس كو وكالي أي هايستاني أركو دي إيو أي كيف إيدي سينا وحلقو بارو أي غا هديو يهي أي منافعات كاس لو هايستو أساق حاران ما هي إيب كيسا يقال شديسا يهي سشديس جوغيتان كو قري أو جوغاينا ومد دي ديسا إنا ملايك سوى قشو أي لكن ملايكتنا إنا سوى قلين إن إبكي سنة وحاراني إلا دقدين حاران تيكا قناع سيكيسو وأي آن وحبل له هيسنن إياساقو فائدة ذا آن لهين. سيدا ما تدي قالدو إيا داد بدن أو لغايا باين إدا قالدو وكودين هيان أي أي سقا هيسان هياني ورد قالين هياني وحاويين وكبعين هياني ورد قالين هيان يوغن وحفا إذا نكو قبين قرح أنو هايستا كاسا سقو مركا حاران أه. لكن أي قدو منافع لي هاي لبات مالي. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي بان كم مقلي يقول أسقوله: من اقتنى كلبا قفكي أي هيستا إلا كلب صيد أي أغارس موين أو ماشية أم حول أقرى عنها يموين فإنه ينقص من أجره قفك أجر جيسي وحلق الناقص يا كل يوم مال كسقيراطان لبقيرات. متفق عليه. وفي رواية: قيراط القيراط بلغنا ناقصيا كقيراط كنا برقا وحوها وح وحلقو ميزام جري وكقفكي أي هيستا أي قاس منافعاتنا أو هيسنين إسكا هيستا إسكا دقان هيون مالين كسا أجري قيسا لبا قيراط باكن ناقصيا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا قفكي أي هيستا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط. عمل كيسي مالين كسا قيراط باكن ناقصي أو كدا دعيا إلا كلب حرث
qofkii ay beereed haysta mooyeen aw maashiyatin ama ay uu xoolo ku raacaya mooyeen. متفقون عليه. وفي رواية لمسلم من اقتنى كلبا قفكي أي هيست ليس بكلب صيد أي أغارس آنهين ولا ماشية إي أي حول لقر آيو ولا أرض إي أي طلق إرار هي آنهين فإنه ينقص من أجره أجره سوحاك الناقصية قيراطان كل يوم مالك سلب قيراط أي كدد عي أجرقيسي. قال رحمه الله تعالى باب كراهة تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب وكراهة استصحاب الكلب والجرس في السفر. هذا باب كان باب يري إمامكم كسابسان في تعليق الجرس. جرس كنا ووحن سنوريغا يرهدين اما دي برهن دواقيا اما وحويا سيريغا ليرين هيو اما كورها اوكالة ووحكستو دواق لي دواق بريد وحكستو اوليويا مركا كرا هذا ايلا هاي في تعليق الجرس إن جرس كاس يسيري كاس يطوق بريد كا وحالة إن لوحره في البعير أوركي كور لوغا ديو يو غيره وحان أوركا هين من الدواب بحولها سيدة جيلي كلي يلودي يين لوحره كرا هذا كسو أرورتي كرا هذا كسو أرورتي إن حولها لوحره كور إيه وكراهة استصحاب الكلب إني أي لا إسراعي وأي لوط إذن كراهة كسو أرورتي أي كان شيئنا وأي النفع اللوه دين المركز إلا إسكوتهم. قال وكراهة استصحاب الكلب إني أي لا إسراعي وأي لوط إذن كراهة كسو أرورتي إيه والجرس إني جرس لوط وسيريغا لوطو يدوق بلدك وحالي في سفر سفر دهدي يعني سفر لبحي إنان أي لقاذنين هذه سفر لو سعودة إنان أي لقاذنين وح كور وهو دوق لنا إنان لقاذنين. مركب باب كان أساق وحوية هاي عربتي هوري إياد مانتبا وحا آدتكو ugu mashquulsanaayeen waxan muusigan iyo dhawaaq bareedkan waxale sida maanta dadku ugu fidneysan yihiin heesaha iyo muusigan iyo waxa weeyaan waxyaalahan. Marka waxa dhici jirtay kolkii xoolaha ay koor lagu wada xiro ama geel badan ama fardo ama safar farar badan ay koortu isqabsato ayaa dhawaaq waxa ka bixi jiray dhawaaq beerada marka dhawaaqaas dadka qaadan jiray markaasay bilaabi jiray marka iyaguna in ay la tuusaan ama ay la daansaan ama waxa weeyaan waxyaalaha demaanta kolka dadku heesahan maqlaan balse ay isu dhaqdhaqaajiyaan oo kale inuu miyirkooda iyo maamkooda qaadan jiray. Marka tiibaa loo diiday oo la yiraha ku xirana xoolihiina ha ku xidhina jaraskaas iyo dhawaaq beereedka waxale. marka jaraskaas waxaa soo galaya haddee dhawaaq kasta soo galaya oo qofku markii uu maqlo uu miyirkiisa iyo maamkiisa qaadanaya. laakiin haddii wixii uu sida maanta degeela inta badan soomaalida oo kale uuna qofka de miyirkiisana qaadanayn maamkiisana uuna qaadanayn koorta waxaa lagu xidhay ay tahay in neefka lagu soo baldhaansado ama neefkii de meeshuu joogo lagu garanhayo si loo maqlo dhawaaqa koorta oo kale ama waxa weeyaan dee halkuu joogo iyo haddii uu hollaabo loogu dhegaysan hayo qarad kale iyo dan kale ayna ku jirin asagu insha allahu tacaala ma soo galaya nahyigan. Nahyigana waa qof sida muusigii oo kale qofkii miyirkiisii imaamkiisii qaadanaya haddii ay koortani tahay weyaan laakiin haddana sida ahayn iyadoo dhibaato male. waxaa kale oo la mid ahaa
dhawaqan dee ciyaar iskoolka loo sameeyo oo kale xasanuriga yidhaa in loo garaaco oo kale, dee isagana waa calaamadun inta badan soo baxay iyo soo galay uun ahaa, ee ma aha qofkii wax qaadanhaya miyirkiisa iyo maamkiisa uu la daansayo oo la tuusayo oo waxba la jaasaya ma ah. waxaa kale oo lamid ah jariskaas dee telefoonada soo dhacaya, telefoonada dee dhawaaqan ay kusoo dhacayaan, haddii uu qofkii yahay wuxuu dee ka helayo oo la jaasayo oo la tuusayo miyirkiisa qadan waa xaaraan. laakiin wuxuu hadduu iska calaamad un yahay aada ku garan hayso inuu telefoon kuu soo dhacay oon intaa ka badnayn, xaaraan ma ah. hadduu intaa wuxuu kaaga badan yahay qofku dee kaba helayo oo waxa weeyaan uu yahay qof markii soo dhaco wadnihiisa iyo qalbigiisa qabsan uu la jaasaya saan sheegaya la tuusayana, isagu waa xaaraan. kaasi waa kan oo kale. waxaa kaloo jariskan la mid ah hadda guryahan, guryaha qaar waxaa jira lagu xidha albaabka hortiisa, lagu xidha baalkan sanoriga oo dhidhiid looga siinayo, kana wuxuu hadduu calaamad un yahay waan imidaya oo kale xaaraan ma aha. haddii laakiin se aan sheegi wuxuu yahay qofu miyirkiisa iyo maamkiisa qaadan waa xaaraan weeyaan. iyo safar markii lagu jirana inaan la qaadanin, waxaan loo qaadanhaynina waxa weeyaan dee cadowgiina wuu idin soo tusayaa, oo qofku cadow hadduu jiro dee ama dagaal uu jiro waa lagu soo bildhaansanhayaa. haddii kale oo waxa weeyaan una cadowba jirin oo qofku yahay wax miyirkooda iyo maamkooda qaadanna, isna sidaasuu xaaraan u noqonhayaa. marka inahaas ayaa baabkan ugu muhiimsan oo koortan aan sheegayo waxaan, hadduuna qofku waxa weeye miyirkiisa iyo miimkiisa qaadanhaynina dhib male, haddii uu qofku wax dee baab kale uu galo miyirkiisa maamkiisa qaadanna waa xaaraan taas. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي غيري لا تصحب الملائكة ملائكة مرة رفقة جماعات مرة فيها كلب أي أولى الصعود أو جرس أما الدوق بريغد وطا. رواه مسلم. لك أي وأي أن شغل منافعات كان لهين jariskuna waa haddii uu yahay qof miyirkiisa iyo maamkiisa wax qaadanaya. rawaahu muslim. wa canhu ana nabiya sal allahu alayhi wasalam qaala aljarasu jarasku iyo buumkan mazaamiru shaytaani waa shaydaanka muusigiisa, shaydaanka muusigiisa weeyaan. walidaalika muusigan waxaan lagu tumaayey dee birta ahe ee dhawaqa leh waa xaaraan weeyaan, waana shuqul shaydaan. rawaahu muslim bay xadiiskan wariyey. qofku markaa muusigaas hadee waa idinka arka maanta dadkii waa lagu fidneeyey, weliba dad culimo ah oo wadaada ah ayaa lagu sii fidneeyey oo dadka u fatwoonhaya inuu waxani bannaan yahay. xadiiskana waa idinka arka aljarasu mazaamiru shaytaan, muusigan iyo birta la samaynhayaay inay tahay shaydaan xoolihii. marka waa xaaraan qofku in uu dhegaysto dadkiina. waa idinka arkooda waa lagu wala fidneeyey, telefoonadiiba ugu jira, guryihiiba ugu jira, basaskii la raacaya waa idinka arkayaa, wixii waa lagu fidnoobay. marka waxaa kale laba aha, inaad maqasho heesahan iyo inaad dhegaysato waa kale laba. inaad maqasho dee labaski waa adiga ku dhex jira, dee qofku kugu shido haddii wuxuu dhegtaadii uu ku dhacayaa, dhegtaadii uu ku dhacay oo maqalka uu dhegtaada ku dhacay un samaac baa la yidhaahdaayo, dee taasi isagu awood uma lihid inaad wixii iska qabato. laakiin maxaa xaaraan ahan dhegaysi inaad las dhacdo oo wixii qalbigaaga intuu qaata dee waxani waxay leedahay iyo alfaadeeda iyo kelimaadka naagtan ay ku heesayso, ama hadduu ninba yahay inaad dhegaysato iyada waa xaaraan, heestii ma bannaana. laakiin inaad maqasho dee maqalka isagu la yukalif allahu nafsan ila wuscaha, waxaa gacanta ku haysa ma aha, laakiin ha dhegaysanino, ha raacraacino, ha macnaysanin waxaanay leedahay. haddii aad kartaba dee inaad iskala hadasho dadkan waxa wada tiraa waro inaga bedelo bal wax khayr idhan nagu ridanaa, iyaduna waa dacwado kasii fiican. laakiin muusigu waa shuqul shaydaan oo idinka arkaya. قال رحمه الله تعالى باب كراهة ركوب الجلالة
وهي البعير والناقة التي تأكل العذرة فإن أكلت علفا طاهرا فطاب لحمها زالت الكراهة. قال رحمة ربي عليه. هذا باب كان وباب يري في كراهة ركوب الجلالة. جلالة حيوان كاللي يراهذو إن لكرا كراهة أيتهاي يعني النعبيسي وشرعي والنعبيسي كراهة دارك توا النعبيسي أي النعب شرعي الدين تا النعب ودين توا محي شرعي وإلهي النبي سا النعب محي نعبهم جلالة إن لكرا جلالة ومحي وهي جلالة وحويا البعير وأور أو الناقة أما وهل أما وري أما ودقاق أما وحيوان أدب التي تاسو تأكل عنت العذرة سحردة سحردة عنت سحردة ضدك حركة ضدك مثلا أما كحولها عنت وإنكو دولين ميننا رجيل مقرنها يومانا مقل دي حار عنا لكن هدي دعويا أما أدقي أما دقاقي هدي ويه حيوان عنيا عذرة ذاس إيه سحرة عنيا إن لكرة أما هلب كيس اللعنة أما عانى هذا اللعب انت بوكرها ويا فإن أكلت بكور الشيخ هدي جلالدي نفكي سحرة عنيا علفا هدي أداق عنا إيه تقاد طاهرا طاهرا أو فطاب أو ناكسان هذا اللحم هبا وناكسان هيلبكي يا إسبدلي أركي يا وحي باكتغي زالت الكراهة كراهة ويزو شيء بابكم حكرا يا إمامكم عليه رحمة ربي هدي أي دعذا جيل أور أما دي جيل كراهة رهبا أما الله أما آري أما الدقاق وحيلبكي سلعنا إن أي دعذا هذا دعذا إن وحي عنيا سحر الدد أما أو سحر حيوان عنيا وحي وقت أنتو كسر ورقو إن وقت أي كقاضتهم هيلب كيس يعانيه سمنا ما بنانا وكره هذا ضركتان شرعك هو كراهي سي لكن وحي با مثلا عنيا سحر باس عنيين هدنا وقت كدي بالسي تقاد يدوغ يعوص ويسبدل هيلب كودي كراها دي ويزو شيء لكن ده ما انت حولها المقالة ده جوغا حولها المقالة ده انك انو جوغاي ان ده مؤوغي وحعنا سحرا وحعنا مؤوغي وحعنا ده وقدافد قدافد وحلوغ صد ده حار داد ماه لكن دوا قدافد دوا عنتو صاهدة يوم بري صاهدة أما واقشين أما وقدافد دي قدافد دي سحرة دنا يسكمد ما وسخت هي النجاس دنا يسكمد ما مرك حيالها ما أنت مقالة الجوجاي وحي عنا يعني وانت بلن أما وعلف أما وحدك دوحه عنا بري سكر ولا سيا عنتنا كرام ولا سيا هذا دعوة الله بهلا وحي عنا أنا وقدافد لكن مؤجي وحي عنا إن عذرًا أم سحرًا، لكن هذا على بين السحر عنانا وإذن كان مقلحوك كذي. أنا من عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي وحو نهي عن الجلالة جلال النبي النهي في الإبل ومن الإبل جيل حق سكأهاتي نفجيلها عنا سحرًا. أيها النبي النهي صلى الله عليه وسلم أن يركب عليها إن لكرة رواية كروحية هيد أو يشرب من ألبانها أما إن لعب عن هذا ما بنانا. رواه أبو داود باوري بإسناد صحيح أي كوريين ما كره هذا سما كراهة تنزيبا مسوى كراهة التحريم. عن النهي قال رحمه الله تعالى باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الأغذار. هذا باب كان باب يري إمامك عليه رحمة ربي كسابسا في النهي
reebida uu sharcigu ka reebay canil busaaqi fi lmasjid, inii masaajidka dhexdiisa qandhuuf lagu tufo ama xaakhato lagu tufo ama siin oo kale, masaajidka dhexdiisa in lagu sameeyo reebida uu sharcigu dadka ka reebay. iyo walamri, amarka lays amray biizaalatihi, in la zuuliyo khaakhatadaas minhu, in masaajidka laga zuuliyo. walamru biizaalatihi, in khaakhatada la zuuliyo. minhu idaa wujida fiihi, haddii lagu dhexelo masaajidka dhexdiisa haddii lagu arko ama gidaarkeeda lagu arko, in laga zuuliyo. iyo walamri, amarka lays amray bitanziihi lmasjidi, inii masaajidka laga ilaaliyo can ilaqdaari, wixii qudhun ahaa. marka baabkan wuxuu galayaa imaamku calayhi raxmatu rabbi, iyo baabka kusii xigaba adabu lmasjid, masaajidka aadaabtiisii. marka wuxuu leeyahy imaamku calayhi raxmatullah, halkan masaajidka dhexdiisii inii khaakhato ama siin ama qandhuuf lagu tufo reebidda uu sharcigu reebay, iyo hadday dhacdo masaajidka dhexdiisa in lagu tufo ama gidaarkiisa in la zuuliyo oo la masaxo, weliba waa la cadarin jirayna xitaa la cadariyo, iyo amarka guud ee lays amray masaajidda inay qurunka iyo wixii wasakh ahaa iyo wixii ur qurmoon oo leh in laga ilaaliyo, wax kastoo ur qurmoon leh in laga ilaaliyo. عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي حوري البصاق في المسجد مساجد كو قندوف لغو تفاي خطيئه ومعصيه يا الدنبي وانا الدنبي ولب الصعون هيا وكفارتها كفاره قد كيدنا دفنها والا اسو متفق عليه. مركه النبي عليه السلام حشقي مساجدك dhexdiisa in lagu tufay waa dembi. kolkii lagu tufo dembigaasi haddaba haddii masaajidka dushiisii aad ku dhex tufto waa dembi socon haya, marka socodkaas wuxuu kaagaga joogsan dembigaas socday in wixii la aaso. imaamkana fasiri doona wuxuu waa haddii uuna masaajidku dimanta masaajidin oo kale uuna ahayn, laakiin waxaa laga tufi waa hareeraha ama midig ama bilix ama xagga dambe, laakiin iyaduna waxaa xaaraan ahaa masaajidka qibladiisa in wax laga tufo adoo qiblada uu sii jeeda. walmuraadu bidafniha, see loo aasayaa? imaamku wuxuu ku yidhi walmuraadu bidafniha, aasitaanka qandhuufta aasa la leeyahay idaa kaana almasjidu, waa haddii uu masaajidku yahay turaaban ciid, aw ramlan ama niis iyo bataax haduu yahay, aw naxwahu ama wax la mid aha, fayuwaariihaa qandhuuftiibuu qarin taxta turaabihi, masaajidka ciiddiisuu ku aasayaa. qaala abulmaxaasin aruyaani, abulmuxaasin aruyaaniyu imaamkaasi wuxuu yidhi fii kitaabihi albaxr la yidhaahdo, kitaabkiisa albaxr la yidhahdo, wuxuu ku yidhi qaala abulxasan rumaani fi kitaab waqiila, yani imaamkaasa sidaa yidhi, waqiila waxaa la yidhi almuraadu bidafniha, ama qaala abulmuxaasin aruyaaniyu fi kitaabihi albaxr wuxuu yidhi, waqiila waxaa la yidhi almuraadu bidafniha, in la aasa qandhuufta waxaa laga wadaa ikhraajuha min almasjidi, in masaajidkiiba laga saaro. yani laba riwaayoodba kusoo aroortay sidee loo aasayaa. qaar waxay leeyihin halkaa ay taalo un ha lagu rogo haduu masaajidku ciid yahay, qaarna waxay maya ha la qaado ha laga saaro. amaa idaa kaana almasjidu, haddii uu masaajidku yahay muballatan, masaajid marmaraysan oo marmar leh oo dhagax ku marmaraysan ama de marmarka maanta naqaano, aw mujasasan ama sibidh leh, oo masaajidku hadduu sibidhaysan yahay, fadalkuha calayhi, in lagu masaxo qandhuuftii bimadaasihi, lugihiisana qofku uu ku masaxo ama kabihiisa, aw bigayrihi, ama waxaan lugihiisa iyo kabihiisa hayn uu kusii balbalaadhiyo uu kusii masmasaxo,
كما يفعله سيد سمين هي كثير من الجاهلين تبدن او جاهلين وحي سمين هيان فليس ذلك بدفن تاسئاسة ما هب يرشمام إمامكم بل زيادة في الخطيئة ودم بيه ولسي بهي ولسي بديي إيه وتكثير للقدر وتكثير للقدر يقول كي أولو بديي في المسجد المساجد كالحديثة وعلى من فعل ذلك قف كي سيدة السمية قروفتي مساجد كالسيبر كايدة دانا سيبه ياسوه يسلوحي مسا أن يمسحه إنو كمسح بعد ذلك بثوبه مردي سوى إنو كمسح أو يده أما قعنتيس أو غيره أما وحا وحا إن قعنتيس يا مردي سا أو يغسله أما وإنو ميرب كليه مركتا إمامك عليه رحمة الله وحو كليه مساجدك هدي ويهي عيد أما النيس وقفك خاختك نحتفو وإن أعاستو لكن مساجد مساجد كادو سيدي مساجد إنو كرمانتو ويهي هدي وقفك كسي مسحا قنوفتي دي ميل بلان بسي قرسين بكل يوم ميل أنا مركو رجوغين بسي قرسين جاهلين تانا سيدا سميسو كل يهي إمامكو لكن قفك سيدا سميهي وأينو أما مراك قد مسحا أما قعنتي سكاك مسحا أما أميرو ساسو كل يهي إمامكو عليه رحمة ربي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي رأى في جدار القبلة جدارك قبلة النبي كواركي مخاطا دوف بكواركي أو بزاقا أما قندوف بكواركي أو نخامة أما خاخته فحكه مركز النبي عليه السلام كحقي وإن ججنيت والرواية كلا وعطره وعذر نوكدادي متفق عليه مركتنا حوين هذا درك تخاقته مساجك لو قلت فاي وين جبت وين الحقد ده على رئيس هذا مريسو متفقون عليه وعن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري ان هذه المساجد والمساجد سوما ركتم النبي عليه الصلاه الله والسلام لا تصلح لشيء ومصوبه من هذا البول او كاذبا اها وانك مساجد كوكا شيء مركو النبي عليه الصلاة والله والسلام وعرنت لما تبه هداية كم بحيي إيه طلدا لا تصلح ومصوبة لشيء شيء شيء قاسو من هذا البول كاددا كمدها ولا القدر ولا القدر يوح وسقطا كمدها إنما هي مساجد وحال الله لسي لذكر الله تعالى حس إلهي إيه وقراءة القرآن إن لغو آخر يوم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم مركا وحا لو دشي مساجدا وان اله لو حسين وسخ يكادي يوح ولو ما دسين قرن اها ساس النبي صلوات الله وسلامه عليه قال رحمه الله تعالى باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع صوت فيهم اي ونشت الضالة والبيع والشراء والإجارة اي ونحوها من المعاملات هذا باب كان وباب يركز أبسن في كراهة الخصومة في المسجد مساجد كإن له مرمى كراهة كسوار أرض إيه ورفع صوت فيه إن مساجد كتحدي سعدك كر لو قاضو ومساجد كي سوحا إيه بوق وكدعو إيه دنا كراهة أي تهي أياسا سوالي كريتا إيه ونجد الضالة إني بادي لغوية بوهيو مساجك الحديثة إيه والبيع والشراء إن أدوحكو إيبسات مساجك الحديثة أما أدوح إيبسو إيه والإجارة إن وحلوكو كراك ريستو مساجك الحديثة إيه ونحوها وحا وحا لمدة من المعاملات معاملاتها مركتنا إمام كو حكو ليه مساجك الحديثة مرنكو مبنانا إن لغو مرمو عدي مرمي هاي سلب بعد دي بدأها هاكو سوى مرنتو إن مساجك دحدي سينا عدك كر لو قاضو ولو حتى وحاد كرقو قاضي باهان نقطان محانكو لهذا أما قرآن أما الذكري كربا إنو قفك استايون ذكري سي انتو سكجد بوضو كرقو قاضو ما بنانا هدي أين بنانا إن الذكري إلهي كر لو قاضي مساجد كان هذا الكلو الدنيا كبسي درن
لكن سان شيغينا الصومالي يا امسنان ولا سكر لا يه صدح الصومالي مين هدا اسوغو تيمادو وين مشى سكدخد سوخان يا بو وانا ارن ان فيلين ولي المساجد دينا مكبسي درن ورفع الصوت فيه وارن خطر ارنتاسي او صومالين علمادي يا عامادي بو كفيدنيسنتاي يا ونشد الضاله مساجد كاينين بنانين اني لغو يبوهيو بادي مركا الضالة باس ايا علماء وحي ليهين الضالة مركا اللغة العربية اللون نقضو وحيوان كوحي حيوانه اللوايو وحي حيوانها لو أرجيل وحكا لها نقضة الضالة اللي يراه ذا بني آدم كاللوايين الضايع باللي يراه ذا marka kulka leeyahay masajidii waxbayaan lagu yeboohinin oo la oranin waxa aya arkay la garay wixii xayawaan aha adi iyo geel iyo de waxyaalahan kale een ahayn ba sida midna dama telefoon oo kale iyo saacad oo kale inina banaanayntaas hadiiska way ku aaday dadkii ma soo galaya oo dadkiina iyagina ina masajidka yahay bal arkay la oranin miyay soo galaysa baabkan mise ma soo galayso laba qowl baa jira laakiin daarul ifta al masriya wa daar weyn oo masar ku taalo dee in badan soo fatwoon jirtay iyadu waxay leeyahay bani aadamku ma soo galayo oo bani aadam hadduu halaabo ama ilmo yari halaabo ama waxa weyn qof weyn ba uu halaabo inii masaajidkii la yimaado oo la yiraahdo yaa arkayay xaraan maaha sababtuna waxay leeyihiin daala markii la yiraahdo daalada waxaa la yiraahdaa waa wixii ka hadlaba xayawaanka marka luqa ahaan baynu u soo galaynin saasay leeyihiin qowlkoodaasaa moodana inuu sahlan yahay qowl kalena wuu jiraa oo waxays wada raacinhayaay waxaan kale oo bannaanayn iyadana masaajidka dhexdiisii in lagu baayactamo oo wax lagu kala iibsado waa xaaraan ma bannaana iyaduna in wax lagu kala kareysto hebel guriga laga kareeya waan kaa kareena ma banaana waxaasoo dhan wax mucaamalo aha ma banaana masaajidka dhexdiisa ila nikaax guurka unbaa isagu banaan masaajidka dhexdiisa عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا قف كم قل قف وينشد ضالة يبوهنها يبادي في المسجد فليقل قفها كيراه ذو ندبا لكن واجب ما هني لا ردها الله عليك ألكم سوء اليوم فإن المساجد لم تبن لهذا رواه مسلم مساجد الله ما دستن إن وحلق يبوهي وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هذا ضربتان من يبيع قف وحكو إيبين هيا أو يبتاع أما وحكو إيبسن هيا في المسجد فقولوا واحد كتراذان لا أربح الله تجارتك إلهي تجارة لا دكوم بركي سيدا قد هذا توقف مساج قح قد إيبن هي أما إيبسن هي هذا إيب ربطان إسلبها دي بدأ كوكرا إيبسنا وإذا رأيتم من ينشد ضالة هذا أركتان قف وحيبوهن سانسوش يغني دكوم سوغال يعني يبو فقولوا واحد كتر هذا لا رد الله عليك ألكم السعري رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن بريدة رضي الله تعالى عنه أن رجلا بنشد في المسجد مساجد كيب وحكو دحي أبوهي فقال وحير من دعا لي وريائي أركيو إيقرتي الجمال الأحمر أورعس ورأور كعسى يا أركي أورعس يا أركي مساجد كده حديثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت مهشد إنما بنيت المساجد مساجد وحال الله لسي لما بنيت له وحي الله لسي رواه مسلم مركا مبنى المساجد لحدي يا أور أرك يا تليفون أرك يا سعاد أرك يا وح أرك يا مبنى دتك أوكلية أم بيدار الإفتاء المصرية كسر ريبتك وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى نبي وحونه عن الشراء والبيع في المسجد مساجد كده حديثة إن وحلقوا إيبيو أما وحلقوا إيبسدو نبي وريبي وريبي هدي لقير هذا وريبي وحرمينه وأنه محمد عليه السلام هقرب أردنا كهد
وأن تنشد فيه ضالة هي إن لغو دحية بوهي بادي وأن ينشد فيه شعر هي قبي جاهلية وطاء حمان وطاء إن لغو دح قبي مساجدك لكن قبل هذا ديني هاي أسوى عالي رواه أبو داود والترمذي وقال حديثنا حسن وعن سائب بن يزيد الصحابي رضي الله تعالى عنه قال وحير كنت في المسجد مساجد بن كجري أيري السائب بن يزيد فحصبني رجل نمبا إسوق قرور حيي يعني قرور حير أي يسو شيري حصى يعني ودقح حير ير ويسو شيري دقح بيسو تورتوري دقح ير يوسف جيلين هي كنت في المسجد فحسبني رجل قف با إسو قرور حيي إسو دقح حيي فنظرت وان أجي فإذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابا عمر فقال حيري اذهب وارسع السائب وفاتني بهذين لبضا إيكين فجئته بهما لبضا بانو كان فقال حيري من أين أنتما هل قد كتما دين فقال من أهل الطائف فقال عمر حر لو كنتما من أهل البلد هدد هي مدينة نقول لها إذن لو جعتكما وان إذن حنون لها ومحي سميين ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ما مساجد كان نبي قاد عدك كور أقو قاديسان ملك الحديث كان عمر نين كان وسو جيدي محونا كسو جيدي دقا حير بكتورة محونا كتورة وان يا حسوسا محو نعي هبلو نعيين يلاد عاد كانوا نعي مكاسو خي كوسو جيدي دغخ وا عمر رضي الله تعالى عنه marka مساجد كان لا سو دواقو قف من هبلو واتراادو وحاس وا وحيرها لا اسكرنيباي اوتك اما سدا عمر او اشار اما وحكروي لكن مساجد كان حديث ما بنانا هبل وا اذن كاركا عمر رضي الله تعالى عنه رجا انه غراع لها هذه المدينة إن قل لهاين أي أقول لهاين حرمة مساجد أي ليهين لكن سان شاقي بوق يسوحا يسومالي ومتانو وصلى الله وسلم على نبينا محمد والله أعلم.